إذا أردت أن تنتصر فاضرب بقوة، هذا ما يقوم به الآن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في جبهة نهم. وإن لم تكن مهمة هذا المقاتل ورفاقه هذه، فما هي إذن؟ رفع العلم الوطني وصد الهجوم وفتح الطريق في وجه القوات لإيصال الإمدادات إلى المقدمة، وهو الجانب الأصعب في هذه المناطق المعقدة جغرافياً. إذ تذهب الميليشيا إلى تفجير العبارات ونسف الجسور لتعطيل الخطوط في وجه تقدم الجيش الوطني. كل هذه التفاصيل هي جزء أساسي من معركة الطريق إلى صنعاء التي تسير ببطء، لكنها أيضاً تمضي صوب تخليص العاصمة من قبضة الجماعة الإنقلابية. فالقتال الدائر في هذه المناطق المحيطة بمعسكر فرضة نهم شرس، إذ سقط قتلى وجرحى في معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع بعد اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة. مناطق مسورة وسد عامر وقرية ملح تشهد هي الأخرى مواجهات عنيفة، في الوقت الذي يواصل طيران التحالف العربي غاراته على معاقل الميليشيا في وادي غيلمة ونقيل بن غيلان ومناطق متفرقة من المديرية. يتكفل الرصاص إذن بكشف الجزء الخفي من المعركة، فالاستعداد كما في المشاركة ترتبط العملية مع بعضها وتتداخل. هناك يرتبون المؤن والذخيرة، وهنا ينفقونها في ميول واضحة للنصر وتعزيز فرص التحرر من سطوة الميليشيا التي استخدمت الطريقة ذاتها لفرض سطوتها، فزجت البلاد في أتون الحرب، وهو ما دفع بقوات الجيش وأفراد المقاومة في مطاردة عناصر الميليشيا في الوديان والجبال. فالحرب لا ترى نفسها في أعين أبطالها، لكن هذه الوهاد والسهوب تعرفهم، فكل العلامات والأمارات هنا تدل على أن المعركة على أشدها، ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص.